المناهج الفلسطينية وعرض كل ما هو مغلوط من تاريخ القضية الفلسطينية في محاولة لاستهداف عقول وثقافة أبنائنا وطلبتنا المقدسيين. نتحدث أكثر في تفاصيل هذا الموضوع مع ضيفتنا في الاستوديو السيدة ديما السمان، مديرة عام وحدة شؤون القدس في وزارة التربية والتعليم العالي. أهلا وسهلا فيك معنا. يسعد صباحكم جميعا. أهلا وسهلا فيك معنا، واسمحي لي ببداية محطتنا يلي رح نتحدث فيها عن التعليم في القدس، أنه نعايد ونقدم معايداتنا لكل يعني لمناسبة يوم المعلم الفلسطيني الذي وافق 14 من كانون الأول من كل عام. كل عام وأنتم بألف خير ونحو مسيرة تعليمية تقودنا إن شاء الله نحو الحرية والاستقلال. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى. وبالحديث عن التعليم في المدينة المقدسة كما أشارت زميلتي، نبدأ بالمناهج. صورة الوضع لواقع هذه المناهج وما تتعرض له من محاولات لتحريف، محاولة إدخال المناهج الإسرائيلية أيضا إلى المدارس، وبالتالي التأثير على الجيل الجديد الذي هو يعني سيكون جيل المستقبل. نعم، الذي سيحمل الراية بعدنا. يعني بالواقع موضوع المناهج أو معركة المناهج ليست بالجديدة، هي قديمة جديدة تتجدد في كل عام بأسلوب مختلف عن الآخر. يعني منذ عام 67 حاولت إسرائيل، منذ ضم القدس، حاولت إسرائيل أن تهود المناهج، غيرت المناهج كليا. كانت بتلك الفترة مناهج أردنية، حولتها إلى مناهج إسرائيلية، وطبعا بسبب الوعي الكافي المقدسي رفض هذه المناهج، واضطرت إسرائيل إلى سحب هذا القرار وأعيدت المناهج الأردنية في ذاك الوقت. وبالتالي هذه المعركة قائمة، والأسباب طبعا معروفة. يعني قد يكون التعليم هو أو قطاع التعليم هو الأكثر تأثيرا على الوعي، أكثر تأثيرا على الإنسان. ممكن التأثير من خلاله ليس فقط على الطالب بل على الأسرة كاملة. وبالتالي هو التأسيس يعني 15 عاما في التعليم، هذا فقط المدرسة. نعم. يعني بالتالي هو يعني مرحلة عمرية كاملة. صحيح. تعرض لها ليس فقط الأفراد بينما الأهل أيضا. صحيح. من هذا المنطلق التأثير، يعني تقصد إسرائيل السيطرة على الوعي. يعني تم احتلال الأرض، ولكن احتلال الوعي صعب جدا. يعني الأرض ممكن استرجاعها، ولكن في حالة احتلال الوعي فعلى الأرض السلام، انتهى الموضوع. من هذا المنطلق كانت هناك محاولات مستمرة حتى 2000 عندما دخلت المناهج الفلسطينية. طبعا كانت معركة شرسة، وتم تحويل كل الأموال التي تقدمها الدول المانحة لطباعة كتب المناهج الفلسطينية بتأثير من إسرائيل إلى دراسة المناهج الإسرائيلية الفلسطينية لكي تثبت أنها ليست تحريضية. فتم اتهام المناهج الفلسطينية على أنها تحريضية، تؤثر على الطالب، تعلم كره الآخر، يعني ليس فيها قيم إلى آخره. ووضعت الفلسطينيين في موضع الدفاع عن النفس. ولكن هنا أتساءل حقيقة، إنه طبعا بعد ما أجريت جميع الدراسات وأثبت إنه المناهج الفلسطينية هي مناهج متوازنة تماما، ليس فيها هذا الكلام إطلاقا، هي تعرض الحقائق، ولكن فعلا. بالعكس بالضبط. ولكن اللي حصل إنه المفروض دراسة مناهجهم، هم هي التحريضية، مناهجهم تدعو إلى القتل بشكل مباشر. من يقتل عربي فلسطيني هو ليس آثم، يذهب إلى الجنة مباشرة. أكثر. ماذا يحتوي المنهاج الإسرائيلي؟ المنهاج الإسرائيلي مثلا، القدس عاصمة إسرائيل، وعلى الطالب أن يكتب هذا الكلام في ورقة الامتحان، مع أنه يعرف تماما أن هذا الكلام ليس صحيحا. وبالتالي يعني يتم وضع الطفل بموقف وبموقع صعب جدا، تناقضات رهيبة. هو يعلم تماما أنه القدس مثلا عاصمة فلسطين وليس عاصمة إسرائيل، ولكن مضطر أن يكتب ذلك في الورقة وإلا يخسر علامات. وبالتالي هذا التناقض مثلا. أيضا عمر بن الخطاب احتل القدس وإسرائيل حررتها في 67. هناك كتاب مثلا كيف تكون مواطنا صالحا. طب مواطنا صالحا لمين؟ لإسرائيل. يعني كيف تكون عميلا
صالحا. وبالتالي كل هذه التناقضات التي يقرأها الطفل في المناهج الإسرائيلية التي تؤثر على شخصيته، تؤثر على إدراكه، تؤثر على وعيه، هذا شيء مرفوض تماما، مرفوض على كل المستويات. يعني المناهج تحدث يا سيدة ديما عن آليات التعامل مع هذا التزييف وهذا التضليل من قبل الاحتلال مع طلبتنا الفلسطينيين، الخطة التي تعمل بها وزارة التربية والتعليم. نعم، يعني اولا المناهج الفلسطينيه هي اللي في اسرائيل او في القدس تحديدا، هناك 5 مظلات تعليميه، يعني في المدارس التي تعمل تتبع السلطه الوطنيه الفلسطينيه، تعمل تحت غطاء الاوقاف الاسلاميه، هناك المدارس الخاصه، هناك المدارس تتبع الوكالة، وهناك مدارس أيضا تتبع أو إسرائيل بشكل أو بآخر، هي مدارس بلدية الاحتلال والمعارف الإسرائيلية، وأيضا هناك مدارس ما يسمى بمدارس المقاولات. مدارس المقاولات هي مرخصة إسرائيليا ولكن غير رسمية، وبالتالي هذه المدارس هي ليس لها علاقة لا بالتربية ولا بالتعليم، هي مدارس مقاولات تجارية بحتة، وبالتالي نحن نعتبر كل من يدخل هذه المدارس هو أصلا متسرب، لأنه هذه المدارس لا تقدم لا تعليم ولا تربية ولا لها علاقة لا بالتربية ولا بالتعليم، لكن إسرائيل تدعمها من منطلق أنه كدولة محتلة وعليها أن تصرف على المدارس وإلى آخره من هذا المنطلق، وبالتالي يتم تدمير أبنائنا. نعم، يعني من خلال سؤلت سؤال أنه ماذا تعمل وزارة التربية والتعليم؟ وزارة التربية والتعليم يعني المدارس التابعة لبلدية الاحتلال والمعارف الإسرائيلية وبعض المدارس الخاصة التي تتلقى مخصصات من الاحتلال يتم محاولة ابتزازها. يعني إذا لم يتم تدريس المناهج الإسرائيلية أو المناهج المحرفة، نبدأ بهاي، يعني هو يتم أخذ المناهج الفلسطينية، إعادة طباعتها، حذف كل ما له علاقة بالانتماء الوطني، كل ما له علاقة بالانتماء الوطني، يعني علم، أي كلمة شهيد، نضال إلى آخره، أي النشيد الوطني، كل هذه يتم حذفها وتركها بيضاء. يعني حذفها تماما. طبعا يعني هذا يتم توزيعها على المدارس ومحاولة إجبار المدارس على التعاطي معها، لكن وزارة التربية توزع الكتب مجانا على جميع المراحل بالتعاون مع اتحاد مجالس أولياء الأمور، وتقدم للطلبة، لأن هدول طلبتنا فلسطينيين، تقدم هذه الكتب مجانا لهم. وطبعا هناك تعاون مع اتحاد مجالس أولياء الأمور الذي من حقه أن يفرض المنهاج الذي يريد على أبنائه، ويعني نحاول السيطرة قدر المستطاع على هذا الموضوع. نعم، في جلسة الوزراء الأسبوعية يوم الثلاثاء أقر اللي هو الميزانية المخصصة لدعم التعليم في القدس بما يعادل 24 مليون شيقل لمدارس القدس، يعني في ظل كل ما تعانيه من محنة يعني تمارسها أو يمارسها الاحتلال عليها. صحيح، بس أحب أن أنوه هنا أن 24 مليون لم تأتي نتيجة ردة فعل. هناك لجنة طوارئ في وزارة التربية والتعليم، هناك لجنة خاصة بالتعليم بدعم التعليم في القدس، وهناك مخططات واستراتيجية تعمل بها وزارة التربية مع هيئة العمل الوطني، مع اتحاد مجالس أولياء الأمور، تضع خطط من أجل إنقاذ التعليم في القدس. يعني وكانت هذه ليست الدفعة الأولى، الدفعة الأولى كانت قبل 4 أشهر تقريبا بشهر 8 آب الماضي، كانت للمدارس الأقصى. نعم، كانت للمدارس المتعثرة بشكل كبير وكانت مهددة بالإغلاق. وبالتالي 9 مليون شيكل ذهبت لهذه المدارس لكي، يعني هي رسالة أيضا للعالم ورسالة للقدس، نحن نقف معكم، نحن يعني لا تشعروا بأي خوف، لا تتعرضوا للابتزاز، فرض المناهج الإسرائيلية مرفوض، والفتوى أيضا اللي خرجت من الشيخ عاكر مصبري والشيخ محمد حسين أيضا مؤخرا، يعني ما يحصل هو انتهاك للعقيدة أيضا، انتهاك للوطنية. يعني هم يرفضوا مثلا من آية قرآنية، يعني بدهم يعني نألف قرآن جديد على مزاجهم.
يعني يتماشى مع مخططاتهم الاحتلالية. بدهم يانا نألف يعني أحاديث نبوية جديدة. يعني ما أي شيء بحسوا أنه هذا بيهدد أمن إسرائيل، بيهدد أمن إسرائيل. حتى الكنيسة نفسها أجرت دراسة وأثبتت من خلال الدراسة، طبعا كانت بدعوة من وزير هذا 2011 أعتقد، بدعوة من وزير التعليم الإسرائيلي، وثبت انه هذا الكلام ليس صحيحا. المناهج الفلسطينيه مبنيه على القيم، ولكن كان اعتراضهم ان الهولوكوست مش موجوده. طب انتم ذكرتوا عن النكبه شيء؟ في مذكور عن النكبه شيء؟ الحدود مش موجوده، طب انتم حددتوا حدود؟ دائما المعايير تختلف لدى دوله الاحتلال. فهذه كانت ملاحظاتهم فقط، وبالتالي لا يمكن اعتبار المناهج الفلسطينيه التحضيريه. سيده ديما، اذا ما عدنا للحديث عن اليوم العالمي للمعلم الفلسطيني وما تفضلتي حضرتك بذكره فيما يخص التناقضات التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني او الطالب المقدسي تحديدا، نتحدث ايضا عن الصراع اللي بيواجهه المعلم الفلسطيني ما بين انه يعلم الحقائق ويفرض الحقائق على الطلاب، وما بين ما هو موجود في المناهج وما تحاول دولة الاحتلال فرضه في هذه المناهج. نعم، يعني من حسن الحظ أنا نسبة كبيرة من معلمينا على وعي تام ولديهم الوطنية الكافية. نحن مجتمع مقدسي متكاتف يعلم تماما تأثير المعركة، معركة المناهج ومعركة الوعي على أبنائه، وبالتالي يقوموا بدورهم خير قيام. وهذا الكلام أنا يعني من خلال هذا المنبر أنا أوجه شكر للمعلم، وكل عام هو بخير بهذه المناسبة. ونأمل أنه يكون يوم المعلم ليس فقط 14-12، هو كل يوم هو يوم المعلم، يستحق التكريم منا والاحترام والتقدير على هذه الجهود اللي بيبذلها من أجل إيصال الحقيقة لطالبنا. نعم أكيد، محطة صباحية خاصة هي لا تكفي بالحديث عن واقع التعليم بالقدس وما يعانيه من مضايقات، سواء على المعلمين، المدارس، وعلى الطلبة، وعلى هذا الجيل. يعني لو نتحدث بكل محاولات تضييق الخناق على المقدسيين، هناك محاولات للأولاد بالخروج من المدارس، وهنا الأمر يزداد خطورة. يعني تعليم منهاج محرف بالإضافة لمساعدة الأطفال على الهروب من المدرسة، الهروب من المكان التعليم. وهناك أيضا يعني تحدثت أرقام ونسب عن أكثر من 4000 و5000 طالب هم خارج أي مكان تعليمي وخارج أي حصيلة تعليمية. نعم صحيح، يعني نحن نعلم تماما مدى خطورة الوضع في القدس، وبالتالي التعليمات واضحة لمدارسنا بمتابعة كل طالب. ويعني أنا لا أخشى حقيقة أن يهرب الطالب من المدرسة، ولكن ما أخشى أن لا يصل إلى المدرسة وليس في إرادته، ولكن يعني مثلا يتم اعتقاله. القدس تختلف عن أي محافظة أخرى لسبب أنه في مواصلات داخلية في المدينة نفسها، يعني المحطة المركزية في القدس باب العمود، وتتوزع جبل المكبر، العيسوية، بيت حنينة، إلى آخره المناطق. وبضطر طفل مرات يأخذ مواصلتين مثلا من جبل المكبر للقدس، من القدس لبيت حنينة حتى يصل مدرسته، بعد عن الاحتكاك المباشر مع جنود الاحتلال اللي بمنعوهم من الوصول. صحيح، على هذا المستوى يعني نتحدث هنا أنه ممكن يتعرض لهذه الاحتكاك التي قد تؤدي إلى اعتقاله. هلأ في تعليمات واضحة للمدارس أنه الطفل اللي أهله مثلا ما بيخبروا أنه اليوم هو متغيب لسبب مريض أو إلى آخره، على إدارة المدرسة الاتصال فورا في الأهالي حتى معرفة فين ابنك. إذا هو ابنه في حضنه مريض، أوكي خلص، إذا في مشكلة حتى يتم متابعتها. حتى الموبايلات، الجوالات مسموح للطالب أن يعني ممكن مش الهاتف الذكي، يعني ممكن أنه ولكن على الأقل وسيلة التواصل مع الطفل، أو بترك موبايله مثلا عند السكرتيرة إلى آخره، حتى نضمن أن يتواصل مع أهله على مدار يعني أثناء ذهابه وإيابه من المدرسة. سيدة ديما، جهودكم في القدس واضحة ومباركة من خلال الوعي والثقافة التي نلمسها في طلبتنا المقدسين. أيضا نوجه تحية مرة أخرى للمعلم الفلسطيني، ليس فقط اليوم وإنما كل يوم على ما يقوم به من جهود. شكرا جزيلا على وجودك معنا السيدة ديما السمان، مدير عام وحدة شؤون القدس في وزارة التربية والتعليم. وأنا أشكركم أيضا على هذه التغطية، وأنتم لمستم تماما من خلال المناهج مدى وعي طلبتنا أثناء إجراء مقابلات معهم عن الأوضاع الحالية التي يمر بها الوطن. شكرا لك مرة أخرى، ونحن بختام مشوارنا